رسم نقطة. النقطة كائن هندسي ليس له أبعاد، وهذا ما يفسر لماذا تبقى النقطة في أوتوكاد صغيرة جدا مهما قمت بالاقتراب منها باستخدام الأمر تصغير أو تكبير. زوم. ما فائدة النقطة في أوتوكاد؟ يمكن استخدام النقطة في أوتوكاد كمرجع لاستخدامه فيما بعد في إنشاء كائنات جديدة، ويمكن استخدامها أيضا في تظليل المساحات، وذلك برسم مجموعة كبيرة من النقاط المتباعدة بطريقة غير منتظمة داخل منطقة الرسم. لرسم نقطة، اضغط هذا الزر من شريط أدوات الرسم أو اكتب Point. في نافذة أوامر أوتوكاد أو اكتب Po. اختصارا لذلك، أو اختر من قائمة Draw. الأمر Point. ثم الأمر. Single point. يمكنك الوثب إلى نقطة باستخدام الخيار Node. من خيارات وثب الكائنات. يمثل المثال التالي طريقة إنشاء النقطة في أوتوكاد بتحديد موقعها باستخدام الفأرة. من أمام الأمر Command. اكتب كلمة Point. نلاحظ كتابة الأمر Current point modes. PD mode equals zero. PD size equals 0.0000. عند ظهور الأمر Specify a point. اضغط بزر الفأرة الأيسر في الموقع الذي تريد. نلاحظ الآن تكون النقطة على الشاشة. أما المثال التالي فيمثل طريقة إنشاء النقطة في أوتوكاد بتحديد موقعها بإدخال الإحداثيات الديكارتية المطلقة. لرسم نقطة إحداثياتها 500 و 1000 من أمام الأمر Command. اكتب كلمة Point. فيظهر الأمر Current point modes. PD mode equals 0. PD size equals 0. وعند ظهور الأمر Specify a point. اكتب القيمة 500 و 1000.